طب انا نفسي تفرجني اصول الصنعه دي العده بتاعت دي بتاعت الحلاقين العاديه خالص. يعني هو المفروض ان دي الحاجات اللي كل الحلاقين بيستعملوها ولا لو حلاق على قده ما يستعملش كل الحاجات دي؟ لا ما يستعملش لان ده دول من مقصات زي بعض اهو. ده مقص مشط كده من جوه. ده كده ده مقص بري شعر يبري الشعرايه لما يبقى الايفكت ايه لما يبقى عايز يطلع ايه؟ عاوز اخلي الشعرايه فيها تخانه. اوكي. فانا بعمل ازاي؟ اجيب في الشعرايه في الجزء ده ببريه يوم يبقى عندي حاجات بتشفق اللي بعد منها. لا بس ده موهبه يعني مش كل حد يعرف يعمل كده. ما دي كمان ما مش اي حد يقبلها لان ما هياش كده يعني لازم في عمق معين باخد منه او اقل او اكتر. اما انا عاوز افرخها كويس عشان الشعره عافيه باخد منها اكتر. يعني الزبون اللي شعره ناعم يختلف من الزبون اللي شعره خشن يختلف من الزبون اللي زي لا وفي زبون شعر ناس ابن معافي يعني شعره عافيه اما تيجي تقصيها تلاقي شعره تقف. فهنا بروح بريها عشان اما اجي اسرحها تروح شابكه في اللي بتعرفها. لو هي اتخنتها مش هترفض تركب فوق منها هتبقى عامله قطع. استاذ محمود انت قلت لي ان كل الفنانين المشاهير كانوا زباينك كلهم. طيب انا لقيت صوره عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ كمان والشله مين كانوا اصحابه بيجوا لك ازاي؟ كل الشله وكنا بنروح نسهر هنا وكنا نلعب عنده كوتشينه وكان الاول ساكنين هنا في عماره السعوديين وبعدين لما نقل قدام جنينه الاسماك. ايوه وكان واحمد رمزي كل ما فيش حد عمر الشريف وعمر ما كل دول ما فيش حد ما دخلش جوه الشارع. انا حساك كمان انسان منظم جدا يعني وانا ببص في البوم الصوت لقيتهم معمولين من اول الرئيس الرؤساء الاول وبعدين السفراء والخارجيه وبعدين الفنانين وبند المخرجين وبند المنتجين. قلت ده راجل منظم جدا. انا اوضتي انا اللي بوضبها عندي الدولاب بتاعي ست درف يعني ست درف كبار ما شاء الله. يعني وفوق في الحاجات اللي بحط فيها حاجات زياده انا اللي بعملهم كل فتره. ما تسيبش حد يلمس خالص. انا ببقى عارف كل جاكيته محطوطه فيها. الحاجه الثانيه اللي لفتت انتباهي كل الصنايعيه اللي عندك في المحل كبار كلهم متربيين في المحل. اللي قاعد على الخزنه ده كان ابوه بيشتغل عندي ممكن ليهم صور كنت باخدهم عندي في البيت وبنقعد نعمل في البيت. يبقى في جو اسري وفي انت بيحبوك والا كانوا لو كنت فظا غليظ القلب. لا 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 انا ما اعرفهاش دي ماليش مالكش فيها خالص. حتى لو حد حسيت انه عمل حاجه غلط ما اشوفوش. ولادك ما فيش حد حب يتعلم الصنعه؟ لا هو للاسف هم كبار دلوقتي. لا ده 16 سنه ما هم حمزه وعبد الرحمن دول. حمزه وعبد الرحمن صغيرين بس عندك شباب عندك ولاد كبار. عندي يوسف كبير وعندي محمود كبير. يعني يوسف هو مصور سينمائي مظبوط يوسف لبيب انا مصور. لكن ما حدش حب يبقى زيك مسيو محمود فنان. هو برضه بالنسبه له هو مبسوط بشغله مبسوط بيه فدي طبعا. اهم حاجه طبعا. يعني انا لو انا قلت له تعالى اعلمك الحلاقه وهو مش فيها مش بيحبها مش بيحبها يبقى زي قلتها. عمري ما فرضت على حد من ولادي حاجه يعملها بشوفه هو اللي عاوز يعمل ايه. انا سعدت جدا والله باللقاء ده يا مسيو محمود. يعني حاجه جميله جدا. ربنا يخليك. الله يخليك. احنا متعودين دايما في البرنامج لما بنقابل ناس بيكون معانا زميلنا فنان بيرسم بورتريه وبنديه للشخص اللي احنا بنقابله شفته لقطه لا عشان تفتكرنا بيه. الله اتفضل. موضوع كبير الحلاقة وكل راس قصر ده كل واحد وذوقه تليق عليه قصر وكله على حسب الزبون تقصير جناب تحديد دقون اللي يقول اللون ده غير وفي اللي لسه بيفكر.